السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة رجاء التعليمية، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايين معانا General Exercises على الصف الثالث الابتدائي عشان نتدرب على التقييمات وكمان نثبت معلومات الترم الاول. تماما، لان منهج الانجليزي شوية مليان حبة، فاحنا حابين نركز برضو على اي معلومة ياخدها الطالب وتثبت معاه، لان هي مرحلة تأسيسية زي ما اتفقنا في بداية الشرح. نبدأ كده على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال عندنا اللي هو listen and number elephant why كوبون وساد وليف. نشوف الكلمات دي، نوزعهم على الصور اللي تحت. اول صورة ناخد لبالنا كويس جدا من الصورة دي، لان هو بيشاور مش على his leg، هو على ايه؟ البون. يبقى دي بون نمبر 3، هنكتبها تحتها نمبر 3، ودي ليف نمبر 5، وهنا elephant نمبر 1، وبايك اللي هو نمبر 2، ودي طبعا ساد اللي هي نمبر 4. كده أكون خلصت أول سؤال. ندخل على السؤال الثاني. listen and complete. what's in the living room? living room. there is a TV. there is a TV. طيب ندخل على السؤال اللي بعده. look and vote yes or no. I have a cough. I have a cough. yes. no. there are two feet. أو feet على طول. It's white, no, it's black or gray, أيًا كان. We use nails to make things, yes. إحنا بنستعمل المسامير عشان نستخدمها في صنع الأشياء. Five, four, قصدي اللي هي طبعًا ترتيب حروف الكلمة. أول صورة عندنا اللي هي water, W-A-T-E-R، وهنا table, T-A-B-L-E، وهنا clock. clock، وهنا باندا banda، باندا. نشوف الكلمة اللي write the missing letter. طبعا هنشوف الحرف الناقص. bird اللي هو اللحية، وهنا دي صورة photo اللي هي bh، هنا graph اللي هو double f اللي هي الزرافة، وهنا ريسايكل اللي هي الواي والسي. نكمل بقية امتحان بتاعنا. rearrange the following. هنا بيقول لك ايه؟ is و the و leave و green. هنقول ايه؟ the leaf is green. the leaf is green، يعني ورقة الشجر لونها اخضر. are excited و they. they are excited. they are excited. طيب this is my heart. this is هتترتب كده. this is my heart، يعني ده هذا قلبي. طيب the lamp is on the table. the lamp اللي هي الأبجورة. the lamp is on the table. كمل أسئلتنا. write sentences under each picture. هنكتب جملة تحت كل صورة. هقول ايه؟ cupboard. cupboard اللي هو الدولاب. cupboard. cupboard is next to chair. next to chair. طيب ودي الساعة 7:45، هنقول ايه؟ 7. ليها حلين. 7:40-45 لو هكتب بالدقايق. لو هكتب الا ربع هقول ايه؟ it's quarter to 7، يعني الساعة 7:45. دي اجابة ودي اجابة، ليها اجابتين. ندخل على بنك تويز فلوينج. she likes ice cream. طبعا اللي هيتغير معايا السي والفلوستوب في النهاية. she likes ice cream. she likes ice cream full stop. وهنا what we about going to heaven. طبعا ال W هتتغير، وهنا علامة كوتشن مارك. W what about going to the
يبيض، وهنحط علامة الكويتشن مارك اللي هي التغيير التاني. وبكده أكون خلصت معاكم التست. مكملين مع بعض الاختبارات: listen and number, happy وماوس وسك وتلفزيون وستوميك. طبعا أول واحدة دي اللي هي ستوميك اللي هي number 5، ودي happy اللي هي number 1، ودي تلفزيون number 4، ودي سك اللي هي number 3، ودي ماوس اللي هي number 2. نكمل كده أسئلتنا. what's the، طبعا جملة المحادثة matter، what's the matter يعني ماذا بك او ماذا تشكو، ام اي دبل تي اي ار، وهنقول ايه طبعا مع الامراض او بماذا تشكو، يا اما هاف يا اما هاز. هاف مع اي وضمائر الجمع، اي هاف ا فيفر. طبعا هاف قلنا زي ما قلنا اللي هي مع ضمائر الجمع، واي معاهم يعني اي ووي ويو وزي معاهم هاف. اما ضمائر المفرد لو جت لي هنا هي او شي او ات كنا هناخد هاز، لكن هنا عشان اي اي هاف، يبقى الامراض بتيجي معاها يا اما هاف يا اما هاز. هاف مع ضمائر الجمع ومع اي، اما هاز مع ضمائر المفرد هي وشي وات. نكمل اسئلتنا الجميله. look and put yes or no. I feel hungry، طبعا دي no، طبعا لو انا هقول عليها دي يبقى I feel thirsty لاني ماسك ازازة مية. ندخل على الصورة اللي بعدها، this is my skin، yes الصورة دي صح لانه ماسك الجلد وشه. this is my skin، ناخد لبالنا كويس جدا من الصور دي اللي هي this is my skin، this is my heart، this is my stomach، this is my bone، جاية في اربع مناطق في البارتس اوف بودي. طيب نكمل، it's 7 o'clock، طبعا دي it's 7:30، it's 7:30 يعني 7:30 not 7 o'clock، يبقى دي no. ندخل على اللي بعدها، it has red ears، طبعا لديها او تمتلك اذان او اذنان حمر يعني لونهم احمر. طبعا اللي احنا شايفينه وباين في الصورة جدا اللي هي النوز، it has red ears no، طبعا دي ايه false. نكمل اسئلتنا. هنا جايب لي صورة كده وقال لي رتب حروفها، وجايب لي كده حروف انا هتخيلها. والله يا جماعة انا بتهيألي كده لما بحلها يعني بتشغل الذكاء شوية ان احنا زي ما نكون بنحل كلمات متقطعة، فانا هرتب، هو مديني كده دليل عليها ان هي غير مرتبة وانا هرتبها، فهي بتنمي طبعا الذكاء عند الاطفال وعندنا احنا كمان الكبار. يعني دي الصورة بتوضح الكلمة، اولها جلاس اللي هو الزجاج، وبعد كده دي ويل دبليو اتش اي ال اي، وبعد كده كلاون اللي هو المهرج سي ال او دبليو ان، وبعد كده فلور اللي هي الوردة او الزهرة اف ال او دبليو اي ار. وبكده نكون خلصنا الكلمات بتوع اللي هم ترتيب حروف الكلمات. ندخل على اللي هو الميسنج ليتر اللي هو الحروف الناقصة، طبعا دي ماوس اللي هي اللي هو ماو او الصوت ده الاو اللي هو الاو يو، وهنا سكيرت اس كي سكيرت او سكير، ودي بلاك اي سي، وهنا سبيس اللي هي اس بي سبيس اللي هي الفضاء. والجمله دي او الصوره دي خلي بالكم منها. ري ارنجز اوف لوين، نشوف كده الري ارنج بتاعنا. كانتو هيرو ملك، طبعا دي الستوري اللي مقرره عليهم. ملك ملك كانت هير ملك، كانت هير يعني كانت ملك ايه مش بتسمع، كانت هير. طيب هي وايس كريم ولايكس، هي لايكس ايس كريم، ودي شرحناها باستفاضه في الوحدات، هي لايكس هو يحب ايس كريم. طيب هاو دو يو فيل، ودي اول حاجه في المحادثه، هاو دو يو فيل يعني بماذا تشعر. ندخل على جو تو ذا كيتشن، ليتس ليتس بيجي وراها المصدر، ليتس ناخد لبالنا من القاعدة دي برضو، ليتس جو تو ذا كيتشن، كيتشن اللي هو ايه المطبخ، كيتشن
وكده نكون خلصنا الري ارينج. ندخل على رايت سنتنسز اندر ايتش بيكتشر. طبعا الصوره دي لو انا هقول ايه ذيس از هذا ذيس از ا لاين ال اي او ان هي بتتنطق لاين اللي هو الاسد. ندخل على الصوره الثانيه شي از sweeping the floor f l double o r اللي هي بتكنس الارض. ندخل على السؤال الاخير بانكت ويز ذا فولوينج هاو ار يو. طبعا الاتش هنا كابيتال ليتر وهنا في علامه كوتشن مارك. هاو ار يو وهنحط علامه كوتشن مارك. ادي التغييرين الاول الاتش والاخير اللي هو الكوتشن مارك. كان طبعا دي التغيير الاول وهنا برضو كوتشن مارك لان كان ده بداية السؤال. كان شي سبيك انجلش كان شي سبيك انجلش ونحط علامة كوتشن مارك. وبكده نكون خلصنا برضو الامتحان التاني. يلا نبدأ الامتحان التالت على بركة الله. يلا نكمل الاختبار الثالث ودول ثلاث اختبارات مهمين جدا. listen and number b with lake we meet with spider و elephant. ندخل كده نشوف البي فين صورتها. طبعا انا هرقم على حسب الصور على حسب الكلمات. اول واحده اللي هي spider number 4 وهنا meet اللي هي number 3 ودي number 1 اللي هي البي و elephant اللي هي number 5 وليك اللي هي number 2. نكمل أسئلتنا الجميلة. What does the clown look like؟ نكتب like هنا اللي هي ماذا يبدو شكله. طيب he is tall and thin. He is tall and thin يعني هو طويل ورفيع. Sits on a leaf. Yes يعني النحلة قاعدة على ورقة الشجر. الصورة الثانية she is thirsty. Yes طبعا بتشرب جوس. ندخل على الصورة التالتة they are sad دول يعني مش مبسوطين او تعساء. طبعا no دول happy. I love the zoo. yes ونكمل. طبعا الصورة دي هرتب كلمة الحروف بتاعتها اللي هي old o l d وهنا اللي هي lamp l a m P lamp اللي هي الأباجورة ودي angry A N G R Y ودي chair اللي هي C H A I R. ندخل على السؤال الثاني اللي هو بتاع الميسنج ليتر اللي هو الحرف الناقص. elephant طبعا الحرف المركب ال PH اللي هو بنقول عليه F ودي clean E A وده long E وهنا wheel W H وهنا اللي هي كيتشن اي سي اتش اي ام. نكمل الري ارينج ذا فولوينج هي از فاني. هي از فاني يعني هو مرح. ذا از تول جراف. ذا جراف از تول. ذا جراف از طول يعني الزرافة طويلة. I am sick يعني أنا مريض. I am sick يعني أنا مريض. Excited is he. He is excited. He is excited. He is excited يعني هو إيه متحمس. ندخل على الصورة اللي هي write sentences under each picture ودي طبعا إيه he is eating. He is eating. عايز تكتب بيتزا ماشي. He is eating pizza اللي هو بياكل بيتزا. طيب ده this is my heart. مشاور ناخد لبالنا جدا من الصور دي. This is my
heart اللي هو هذا قلبي. طبعا الصورة دي يا إما قلنا بيجي على صورة إيده على قلبه اللي هي this is my heart، أو على العظمة بتاعت الرجل اللي هي this is my spoon، أو بتيجي على المعدة اللي هي stomach، وبتيجي كمان على إيه الرابعة بتاعتهم scan اللي هو الجلد، يشد جلد وشه كده. طيب ندخل على the last one اللي هو البنكتويت. the wheel is blue يعني الحوت لونه أزرق. هنقول إيه؟ طبعا الكابيتال ليتر في التي the wheel is blue، تنزل كلها زي ما هي، وهنحط فلو ستوب. ادي التغيير الاول وادي التغيير الثاني. where is the photo اين الصورة؟ where طبعا الدبليو، ناخد لبالنا ان حرف الدبليو اتكرر معانا اكتر من مرة في كذا سؤال، فطبعا عشان ده بداية سؤال، فالدبليو اتش كل ده ينزل زي ما هو، بس الدبليو ايه هتبقى كابيتال ليتر. where is the photo اين الصورة، ونحط علامة كوتشن مارك عشان ده سؤال. وبكده اكون خلصت معاكم 3 تيستس. بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.